بسم الله بلبنا الروح القدس الآن واحد أمين. موضوعنا النهاردة في علم اللاهوت الرعوي. أهلا بكم جميعا، معكم الدكتور أوستين. علم اللاهوت الرعوي علم مهم جدا جدا جدا، في الكنيسة أتمنى الناس كلها تسمع الفيديو تبقى مستوعبة هذا الموضوع، وأرجو المشاركات لهذا البث. طبعا في مشكلة عويصة جدا، وهي مشكلة معايير اختيار الكهنة. معايير اختيار الكهنة لو ما تمش اختيارهم صح بتبقى نتيجة ضائعة، بتبقى نتيجة ضائع. لازم يكون روحانيين دارسين فاهمين لاهوت رعوي، فاهمين خدمة روح الخدمة، مش الهدف الأساسي السبوبة، لا الهدف فعلا الخدمة مش حاجة تانية. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء النور، تفضل. عامل ايه يا استاذ؟ علي صوتك شوية. بقول لحضرتك عامل ايه؟ اشكر ربنا تمام الحال. ماشي. و انا كنت بقالي كام يوم بحاول ادور على الايميل بتاعك علشان انت ليك عندي اعتذار، يعني اتفضل. بقول لحضرتك انت ليك عندي اعتذار. اعتذار عن ايه؟ انت غلطت في حقي؟ حاجة زي كده، فانا بعتذر اتفضل. منك يعني، انت واخد بالك؟ لان كان حد قال لي ان هو انا مسلم، فحد قال لي ان احنا في ديننا احنا ان احنا ما ينفعش اننا نغلط فيكم او كده، فقال لي ان انا لازم اعتذر لك، فانا احترمته لنصيحته بعتذر منك يعني. ما يهمكش، ما تشرفتش بيك. ماشي. انا سيدي اسم احمد، كنت اتناقشت معاك و ما كنتش غلطت فيه غلط يعني، بس يعني انت كان الكلام اللي انا قلته لك ضايقك، انت واخد بالك؟ بس وكنت بتكلمني برضو باحترام، انا اعترف بكده بس، والكلام كان خلص بيني وبينك بكده يعني، انا مش حابب ان انا اوضح، انت واخد بالك؟ يعني انت كلمت كتمت مثلا صوت، ولا كتبت كتيبة شتيمة، ولا حاجة زي كده، مش شتيمة شتيمة يعني، كنت كتبت لفظ كفر يعني، انت واخد بالك؟ بس تمام. طيب. فحتى انت اتضايقت وقلت لي احترم نفسك كده يعني، فانا فكرت قعدت بيني وبين نفسي، لقيت ان انا ما كانش ينفع ان انا اكتب لك كده. في الحقيقه انا ليا بس اخت زمان، قول لي الاكونت اللي كتب كده، عشان بس لو في حاجة انا بسجلها الغيها. كان اسمه القاضي تقريبا. فاضي؟ ماشي تمام. ماشي يا حبيبي، انا بعتذر منك مره تانية، كنت انا كلمتك في وقت انا كنت متضايق فيه يعني، فهي دي جت في دي، فانا بعتذر منك مرة تانية. لا، في شيء مشكلة. شرفت النواة.
ماشي يا حبيبي، مع السلامة. سلام عليكم يا هلا حاجة إيش أريا سلام عليكم فلازم بالنسبة للخدمة يا جماعة لازم الواحد يبقى في رعاية وفي أبوة صحيحة في أبوة صحيحة وعشان يبقى في كده يبقى لازم أصلا في روح خدمة ولازم يبقى في أبوة يعني واضحة وصريحة سواء في التعاملات سواء في الخدمة سواء في الكلام ده كله لازم يبقى فيه وعي 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 كونت أحمد القاضي صح؟ قول لي اكونت احمد القاضي توست تمام نو بروبلم طالما تم الاعتذار أحييك على شجاعتك يا دبل أحييك سلام تفضل يا أخي أيوة أستاذ، أنا بقول لحضرتك، هي بتقول التقية في الإسلام مسموحة. أنا مش عارف يعني إيه التقية دي، بس هي التقية دي بعض الأشخاص بيعملوا التقية التقية بس أنت ممكن ما تكونش عارفها أصلا التقية إن زي ما الإخوان عملوا في كل المصريين أظهروا حاجة وأخفوا حاجة بس أنت ما كنتش يعني إيه اللي يخليك تعمل تقية أو الكلام ده أنت أصلا مش مستوعب مش فاهم يعني إيه تقية في نفس الوقت عندك شجاعة إن أنت طلعت واتكلمت واعتذرت قدام الناس في العالم جدع ماشي يا سيدي، أنا بعتذر مرة تانية، وأنا كان عندي شوية مشاكل كده، وبعدين كنت أنت بتكلم حد، تمام فكنت بتتكلم بسيرة حاجة زي كده، فماشي ممكن تكون أنت اطلعت على كتاب فيه معلومة غلط أو كده، بس أنا دخلت قلت لك إن الكلام ده غلط، وإن أنت أصلا مش مسلم، فإزاي تتكلم في حاجة زي كده؟ كنت كتبت لك كلام زي كده، فأنت الكلام ضايقك يعني. بس فاحنا في الاصل عندنا، احنا ليا جدي كان ليه زميل عمره يعني، كان اسمه عم صبحي وكان مسيحي، واولاده يبقى اصحاب خلاني اللي هم اخوات امي، وليا اختي اصحابها البنات، في بنات كتير مسيحيين اصدقاء ليها، فانا مش كاره ليكم يعني، بالعكس يعني انا بحب بس هو كان نصيبك انت جه معايا كده، كنت انا متضايق من شيء يعني، وانا معترف ان انا غلطت، كان ليا زميل قال لي ان اللي انا عملته ده غلط، بص في قدر واذا كان الامكان مش يعني فاهم حتى كده. ممكن يعني بص انا مش هقدر اقول لك حاجه بعد موضوع الاعتذار بس هقدر اقول لك ان قدر الامكان بيكون عندنا حالات غضب في اوقات ممكن تلاقي الغضب ده يتصب في اقرب الناس فحرام يعني لما تلاقي نفسك في غضب يستحسن يا اما تخرج تتمشى بعيد عن اي حد يا اما تقعد في الاوضه كده وتستهدى بالله تصلي تدعي تتامل تبعد عن أي طريقة ممكن يبقى فيها مشاكل ليك ولغيرك ثانية واحدة بس أشكر ملكايت شكرا جدا ملكايت على الدعم شكرا 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 فالفكرة يعني زي ما بقول لك
تجنب اي اتجاه غلط على قد ما تقدر. إن شاء الله. هو أنا بطبيعتي ما بغضبش كتير، بس كان في زي مشاكل بيني وبين والدي الفترة اللي فاتت، وحد الله داخل عامل يخليك. مشاكل يعني، فالموضوع مأثر على أعصابي يعني. فأنا بعتذر مرة تانية، بس بما إن أنا بتكلم مع حضرتك، يعني أنا مش فاهم أوي في الدين يعني. يعني أنا ممكن أكون بعرف إزاي أصلي صح، إزاي أتعبد صح في ديني أنا، أنت واخد بالك؟ يعني عارف الحاجات اللي يعرفها معظم المسلمين في العادي، اللي هو الطبيعي ان انا اكون عارفه، بس في حاجات لازم يكون عالم اللي هو اللي يرد فيها. يعني انت اذا اتناقشت معايا في ديني، انت واخد بالك، في اسئلة انت ممكن تطرحها تكون منهجك انت اللي انت درسه، ان انت تطرحها على المسلم او كده، زي مقارنة اديان او كده، فدي اللي يرد فيها يكون واحد بقى ده تخصصه ده، انت واخد بال حضرتك. بس اللي انا اعرفه ان احنا عندنا نصوص كتير من القرآن ومن سنة النبي ان احنا المفروض نعملكم احسن معاملة، لان انتوا اهل ذمة واهل دين ومن اهل الكتاب، انت واخد بالك. فدي كلها حاجات يا لما أهل ذمة، إحنا كنا أهل ذمة، لكن دلوقتي حاليا إحنا فعلا بالنسبة الله 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 ملكاية ملكاية. بص يعني النهاردة يوم حلو، النهاردة يوم اعتذار ويوم دعم رهيب جدا. ثانك يو الحمد ملكاية، لله ثانك يو كل ملكاية. الايه لو سمحت، اللي بتذكر التقية في القرآن آل عمران، أنا حافظ السورة كلها. يعني ممكن تقول ماريا لو هتشرحي أو هتتكلمي في حاجة، كلامنا في مراجع، والراجل راجل محترم، حتى لو حصل غلط جه اعتذر، فما اسمحش ان حد يحصل تضارب. الفكرة وما فيها هنا المراجع الدينية بندرسها، الهدف مش ان التشكيك ومش التشكيك والكلام ده، الهدف اسمى من كده. كل واحد فينا بيقتنع ان في طريق معين هو اللي هيودي للجنة، حلو، فالطريق المعين ده بنمشيه وبندور بنبحث، هل الإسلام هو اللي هيوديني؟ هل المسيحية اللي هتوديني الجنة؟ هل كلهم هيودوا؟ فبنشوف وبنسعى، وكل واحد فينا ليه حرية الاختيار، يستمر في الطريق اللي هو موجود فيه أو ما يستمرش. إذا كان الله سبحانه وتعالى ادالنا كلنا الحرية دي، فمحدش فيه ناس يعني هيفرض عليك حاجة. يعني أنت من حقك تتكلم في المسيحية، تتكلم في البوذية، تتكلم في الكونفوشيسية والزرادشتية واليهودية وكل حاجة، طالما ماسك الكتب بتاعت الأديان نفسها المراجع الأساسية وبتتكلم منها. لكن إمتى بقى مبقاش حقك ومبقاش حقي؟ لو أنا وأنت طلعنا بدل ما نتناقش في الأديان بقينا نشتم في أديان بعض. نعم، احنا عندنا الموضوع ده من عندنا في سورة اسمها الأنعام، ربنا بيقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وعندنا سورة اسمها الكافرون في القرآن، ربنا بيقول لكم دينكم ولي دين، يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد، يعني الخطاب للنبي إنه هو يقول للمشركين اللي قالوا له نعبد إلهك سنة مثلا وتعبد إلهنا سنة، فنزل النهي والتحريم بكده، وإن نحترم المعتقدات لغير المسلمين، نحترم معتقداتهم وكده يعني. وانا احترم كده، بس استاذنك عشان ناكد بس الكلام ده، الراجل زي ما بيتكلم يا جماعه بيتكلم تمام التمام. فلو حد هيناقش في حاجه للتاكيد مش اكتر، هنناقش باكاديميه، ما بحبش التطاول. عندنا علم الناسخ والمنسوخ ده علم مساء واسع وليه الخير، كتب، معلش انت شفتني غلطت، انا يا نور دكتور الله. اوجستين.